السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم جولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية. الجولة بتاعتنا النهاردة هتكون من الدنوب، وعروض أسبوعية على أجهزة كهربائية خاصة بالمنزل والمطبخ. هنشوف أقوى العروض الموجودة في الدنوب. في هنا أول عرض هنشوفه مع بعضنا اللي هو مونوليكس. مونوليكس ده محضر طعام 800 واط 2 لتر و400، نازل من 449 إلى 259 ريال. العرض ده لحد يوم 13 فبراير. زي ما احنا شايفين الكرتون بتاعه 6 ملحقات، دي الحاجات اللي هي موجودة معاه، وده السعر بتاعه. والعرض لحد يوم 13/2. ده أول عرض موجود معانا. في برضو عروض تانية هنشوفها مع بعضينا. في عرض هنا على كيون، خلاط كيون مطحنتين والخلاط، وده الكرتون بتاعه، نزل عليه عرض من 239 إلى 159 ريال. العرض من يوم 8 فبراير إلى يوم 14 فبراير. ده عرض أسبوعي على خلاط كيون، شركة كيون، الضمان سنتين 600 واط، وده الشكل بتاعه، لتر ونص ومعاه مطحنتين، يعني مواصفات حلوة. برضو في برضو هنا عرض على عصارة حمضيات إمبريال، شركة إمبريال دي اسم الشركة، عصارة حمضيات 2 سنة ضمان 160 واط. العرض برضو لحد يوم 14، بادئ من يوم 8/2. في برضو هنا عصارة فواكه مونوليكس، دي اللي هي شكلها قدامنا دي، عصارة فواكه مونوليكس، اللون بتاعها فضي، الكرتون بتاعها هنا هو 1200 واط، نازلة من 800، دي نازلة خصم حلو جدا، نازلة من 849 إلى 339 ريال. لحد يوم كام؟ لحد يوم 28، لسه العرض بتاعها ممتد لحد آخر الشهر، لحد يوم 28 فبراير. دي عصارة الحميات ودي شكلها. برضو في عرض على خلاط مونوليكس، خلاط مونوليكس نازل من 189 ل99 ريال، اللي هو 1.5 لتر 400 واط، شركة مونوليكس. في عروض كتير موجودة هنا، في كميات كبيرة منه كمان. الخلاط ده الناس اللي بتسأل على خلاطات، كان في حد دخل في التعليقات وبيقول في عروض على الخلاطات. في الدنوب هنا برضو احنا صورنا في باندا، في عروض حلوة جدا في باندا، عاملين فيديو حلو في باندا. في برضه هنا خلاط مونوليكس نازل من 209 إلى 149 ريال، من 209 ل 149 ريال، اللي هو برضه 1.5 لتر 450 واط، ومعاه مطحنتين، خلاط مونوليكس. دي عروض حلوة على الخلاطات. في برضه عرض هنا برضه على مونوليكس، أنواع كتيرة من مونوليكس، نازل من 269 إلى 199، ده 2 لتر خلاط ومطحنة 600 واط. يعني يعني الوط بيكون مختلف، برضو ده 2 لتر. والعرض ده لحد يوم 14، لحد يوم 14 فبراير. ده عرض اسبوعي، والعرض ده مستمر، يعني كان هينتهي يوم 13 وتمد يوم مع العروض الاسبوعية لحد يوم 14. في برضو هنا محضر طعام كنود، محضر طعام كنود ده نازل من 379 ل 299، اللي هو 750 واط، اللي هو 750 واط، ده اللي هو نازل في باندا اليومين دول ب 100، نازل ب 169 يا جماعه، يعني في باندا نازل عرض حلو جدا، نازل ب 169 في باندا، نازل نصف السعر في باندا هناك. في برضه هنا القلايات بقى، هنشوف عروض القلايات في الدنوب. في قلايه فيليبس، قلاية هوائية فيليبس نازلة من 499 ل 319 ريال. قلاية فيليبس، وفي كميات كبيرة ما شاء الله موجودة منها.
اللاهوائية فيليبس، نازلة لحد آخر الشهر لحد يوم 28، يعني لسه المسافة بتاعتها في العرض كبيرة جدا، وهي نازلة عرض أسبوعي، ولكن العرض ده بعد ما يخلص الأسبوع برضه هيكون موجود لحد يوم 28، لحد يوم 28. دي 1400 واط و 800 ملي، اللي هي فيليبس قلاية هوائية، قلاية هوائية بدون زيت. في برضو قلاية اللي هو دي اسمها قلاية صحية بدون زيت، نازلة من 359 إلى 179، دي نازلة عرض حلو جدا. القلاية دي الاسم بتاعها، دي اسمها قلاية هوائية بدون زيت، نازلة سعر حلو جدا، بدلا من 359 نازلة 179 ريال، الضمان بتاعها سنتين اهو، وده الاسم بتاعها. احنا في عروض القلايات اهو، في قلاية برضو قلاية هوائية كيون 4 لتر، دي كيون دي نازلة من 369 ل 239 ريال لحد يوم 14 فبراير. المميزات بتاعتها 1400 واط و4 لتر، ضمان سنتين. في برضو قلاية، دي قلاية بزيت كيون برضو نفس الشركة، 1.5 لتر، نازلة من 249 إلى 159 لحد يوم 14/2، 1.5 لتر. في برضو هنا عروض مونوليكس، هنا دي مونوليكس قلاية بزيت، قلاية بزيت مونوليكس نازلة من 449 ل 329 ريال، قلاية مونوليكس دي الشكل بتاعها، 1.5 كيلو. عايزين نشوف الوات كام، ولكن مش واضح يعني. 1800 واط، 1800 واط، نازلة لحد يوم 13/2، دي آخرها يوم 13/2. وفي برضو واحدة هنا فيليبس، قلاية برضو على فيليبس، فيليبس اللي هي 1 كيلو و200، نازلة من 899 ل 629 ريال لحد يوم كام؟ لحد يوم 28/2. هنشوف بقى عروض برضو محضر الطعام. في محضر طعام كنود، محضر طعام كنود اللي هو 800 واط، 800 واط محضر طعام كنود، نازل من 459 ل 379 ريال، ده اللي هو 800 واط، غير اللي هو 750 واط، ده نوع تاني غير اللي احنا شفناه في الاول اللي هو نزل في بند. في برضو فيليبس، محضر طعام فيليبس نازل من 319 ل 229، 700 واط، نازل لحد يوم 28/2، ده فيليبس. احنا طبعا عارفين شركة فيليبس من الشركات الحلوة جدا. في محضر طعام مونوليكس نازل من 949 إلى 749، يعني نازل 200 ريال، ده محضر طعام مونوليكس، ده 3 لتر و1000 واط، ده يعني ده برضو كبير شوية عن اللي احنا شفناه في الأول خالص. يبقى احنا كده شفنا الخلاطات، شفنا محضر الطعام. في برضه هنا عصارة، عصارة مونوليكس نازلة من 499 إلى 419 ريال، 800 واط، هي عصارة مونوليكس دي الشكل بتاعها، لحد يوم 14 فبراير. احنا كده شفنا خلاطات، وشفنا محضر طعام، وشفنا عصارات، شفنا قلايات، شفنا القلايات. نخش بقى نشوف العجانة، العجانة اللي الناس كلها بتسأل عليها يا جماعة، اللي هي جانو، عجانة جانو. المميزات بتاعتها هي 7 لتر، 5 سرعات، فيها إضاءة، فيها 2 سنة ضمان، 1200 واط، ده العرض بتاعها، نازل عليها عرض من 600 ريال ل 500 ريال، يعني نازل عليها 100 ريال، من 599 نازل 499 ريال. طبعا في نوعين منها، في اللي هو الفضي وفي اللي هو السيلفر اللي احنا شايفينه قدامنا.
الناس كلها بتسأل على العجانة دي، وطبعا هي متوفرة في الدانوب كل أسبوع بتنزل عرض يعني. في برضو هنا في جانو فرن وشواية استلس نازل من 499 ل 449 ريال، يعني نازل حوالي 50 ريال. طبعا هو المميزات بتاعته جانو ده فرن شواية استلس 2000 واط، نازل لحد يوم 28/2 اللي هو الفرن اللي هو جانو. برضو من العروض الموجودة نشوف الفرن، في فرن تاني هنا نزل عرض هو اللي هو كيون، فرن كهربائي كيون 45 لتر، ضمان سنتين 2000 واط، شركة كيون، نازل عرض بكام؟ نازل عرض من 380 نازل 299 ريال. ده فرن كهربائي كيون 45 لتر نازل 299 ريال بدلا من 380 ريال. نشوف برضو عروض الدفايات، في دفاية كيون 1000 واط نازلة من 159 إلى 109 ريال، يعني نازلة 50 ريال برضو، دي 1000 واط ضمان سنتين كيون شركة كيون. في هنا برادة برضو، برادة كيون نازلة من 510 إلى 399 ريال، كيون برادة ماء أبيض وأسود ضمان سنتين. في عروض على البطاطين كمان، هنا عرض على البطاطين، بطانية نازلة هنا كام؟ 6 كيلو نازلة من 189 إلى 169، 189 إلى 169 ده الاسم بتاعها، اللي هي بطانية دب، اللي هي الدب اللي مرسوم عليها الدب دي، اهي بطانية دب أصلي. برضو في ناس بتسأل على مصنوعة فين، يعني برضو عايزين نشوف الصناعة بتاعتها فين. هنا طبعا الشركة بتاعتها ليها فروع في الدمام وفي المدينة المنورة وفي جدة، والإدارة بتاعتهم في الرياض اللي هو معرض توفيدة. عايزين بس احنا نشوف الصناعة بتاعتها فين. هي 6 كيلو، 6 كيلو، 6 كيلو نازلة ب169، نازلة 169 بدلا من 189. أنا مش لاقي مكتوبة الصناعة فين. هي أكيد مكتوبة بس إيه، إحنا برضو مش عارفين نوصل لها وعشان الوقت برضو. في هنا برضو نوع تاني نازل ال4 كيلو دي نازلة من 145 إلى 129 ريال، 129 ريال، ميدن شاينا أهي مش هتبان عشان مكتوب بالأحمر والبطانية أصلا حمرة، ولكن هي مكتوب عليها ميدن شاينا عشان في ناس بتسأل في التعليقات بتقول الصناعة إيه، اللي هي على البطاطين يعني ناس كتيرة جدا بتدقق على كلمة هي مصنوعة فين. وأنا عرفت معلومة إن أحسن بطاطين اللي هي بتكون مثلا كوريا فيتنام، دي الصناعة اللي بتكون حلوة في البطاطين. شو برضو عروض على القطاعات، في عروض على القطاعة هنا اللي هي مونوليكس، قطعت بصل مونوليكس 300 واط نازلة من 179 إلى 109 ريال، العرض لحد يوم 14/2. في قطعت كيون نص لتر نازلة من 79 إلى 49 ريال، كيون برضو لحد يوم 14/2. في قطعت مونوليكس برضو 500 واط اللي احنا شفناه في الأول خالص، عشان بس الناس تكون يعني الأمور واضحة، اللي احنا شفناه في الاول خلاص دي 300 واط نازله من 179 ل 109 ريال، 300 واط كل ما بيزيد الواط هيزيد طبعا الفلوس لان الجوده بتكون اعلى. في مونوليكس برضو هنا دي 500 واط 6 في 1 دي نازله من 299 ل 209 ريال لحد يوم 14 فبراير.
في مونوليكس اللي هي 159، في واحدة 159 اهي قطعت بصل، دي 3 في 1، دي 6 في 1، دي 6 في 1، دي 3 في 1، دي 500 مللي برضه. 500 مللي دي طبعا ده العرض ده لحد يوم 13، والعروض دي لحد يوم 14 فبراير. نكمل مع بعضينا العروض. في عروض هنا على العصارات، هنا عصارة دي اسم الشركة، العصارة دي نازلة من 69 لـ49 ريال، عصارة حمضيات. الساعة بتاعتها 700 مللي لحد يوم 14/2. في برضو عصارة هنا مونوليكس، عصارة مونوليكس نازلة من 149 لـ119 ريال لحد يوم كام، لحد يوم 13 فبراير. عصارة مونوليكس اللي هي دي، اللي هي دي اللي قدامنا البيضة دي. في برضو بالنسبة للخلاطات هنا، في خلاط امبريال متعدد الاستخدام نازل من 299 إلى 199، وفي هنا خلاط يعمل بشاحن امبريال برضو نازل من 89 لـ69. العروض دي لحد يوم 31 ديسمبر 2023، ده العروض دي ممتدة سنة. في هنا برضو خلاط محمول متعدد الاستخدام من 299 إلى 199 العرض بتاعه، ومكتوب هنا 31 ديسمبر 2023، يعني العرض ده مدته سنة يعني، أو ممكن يكون سعره هيفضل كده لمدة سنة. في هنا برضو عصارة حمضيات مونوليكس نازلة من 299 لـ239 لحد يوم 13 فبراير. في خلاط هنا برضو مونوليكس نازل من 399 لـ309 لحد يوم 13 فبراير، اللي هو الخلاط اللي قدامنا ده، مطحنتين معاه مطحنتين، 700 واط، ده 700 واط لحد يوم 13. عصارة الحمضيات، في عصارة حمضيات امبريال نازلة من 149 لـ119، دي 130 واط لحد يوم كام، لسه برضو العرض بتاعها مكتوب 31/12/2023، يعني عرض كبير جدا سنة. في خلاط مونوليكس هنا نازل من 369 لـ229 ريال، 2 لتر، 700 واط. مونوليكس، منتجات مونوليكس كلها نازلة هنا، عروض حلوة. في برضو هنا خلاط، ده خلاط يدوي، خلاط يدوي 800 واط، ده براون نازل من 329 لـ229 ريال، ده خلاط براون 800 واط نازل لحد يوم 13/2. في برضو هنا خلاط يدوي مونوليكس نازل من 599 لـ399، 1000 واط لحد يوم 13/2. في برضو هنا دي خلاط يدوي برضو سنيكر دي نازل من 259 لـ119، 800 واط. وفي واحد تاني نازل من 149 لـ99 ريال. ده كله ده عروض على الخلاط اليدوي، عروض على الخلاط اليدوي. في عروض برضو هنا على قطاعة أو مفرمة، مفرمة سنيكر دي نازلة من 129 لـ99، دي 500 واط لحد يوم 28 فبراير، العرض بتاعها لسه ممتد. في برضو هنا عرض على فيليبس خلاط يدوي فيليبس نازل من 159 لـ119 ريال، 650 واط، شركة فيليبس. في الخلاط يدوي مونوليكس اللي هي الخفاقة الكهربائية دي نازلة من 169 لـ119 لحد يوم 14 فبراير، دي 200 واط مونوليكس. في برضو هنا مطحنة البن دي، في مطحنة بن نازل الامبريال دي نازلة من 189 لـ69 حد يعني، برضو العرض بتاعها ممتد. في برضو المطحنة دي الامبريال برضو دي نازلة من 69 لـ49 ريال. وفي هنا مطحنة بن أوكارينا نازلة من 74 لـ35 ريال امبريال، دي بشارة جبن
نازلة من 65 ل 45 ريال. العروض دي لحد لمد أوكارينا دي، مطحنة أوكارينا لحد يوم 28/2 بإمبريال بشارة جبنة، دي نازلة لمدة سنة 31/12. في هنا مطحنة البهارات المونوليكس اللي هي البرتقالي، دي نازلة من 179 ل 119 ريال، كانت نازلة 79 ريال في بند الأسبوع اللي فات وخلص العرض، كان نازل عليها عرض حلو جدا. نازلة هنا من 179 ل 119 ريال لحد يوم 13/2. في برضو هنا خلاط يدوي فيليبس 400 واط، ده نازل من 149 ل 119 ريال، 400 واط. في هنا برضو مطحنة قهوة نازلة من 111 ل 60 ريال، اللي هي سنيكر دي، 500 واط لحد يوم 28/2. وكيون نازلة من 76 ل 49 لحد يوم 14، لحد يوم 14/2. في خلاط يدوي أو آلة خفق دي نازلة من 139 ل 79، اللي هي سنيكر دي، 5 سرعات و400 واط. وفي كيون نازلة من 79 ل 49 ريال، دي احنا شفناها، من 79 ل 49، 300 واط اللي هي كيون دي. في عروض على الغلايات، في غلاية اللي هي فيليبس 1.5 لتر نازلة من 139 ل 109 ريال، الغلاية فيليبس. في برضو دي عروض الغلايات، صنيعة رغوة الحليب امبريال، دي نازلة من 399 ل 249، دي برضو العرض بتاعها ممتد. صنيعة رغوة الحليب، في غلاية كهربائية امبريال نازلة من 259 ل 169. عروض على دي صناعة فشار امبريال نازلة من 141 ل 99 ريال. برضو هنا دي عروض على الغلايات، في غلاية امبريال كهربائية نازلة من 189 ل 159. نشوف العروض المهمة الموجودة، في هنا غلاية تيفال نازلة من 159 ل 119 ريال، دي 2400 واط، 1 لتر و700، اللي هي تيفال دي من الأنواع الحلوة جدا عشان كده سعرها بيكون غالي، يعني 159 نازلة 119 ريال. في غلاية كهربائية إمبريال نازلة من 299 ل 249 ريال. وفي هنا إمبريال برضو غلاية كهربائية أسود 700 ملي، نازلة من 369 ل 299 لحد يوم 31، ممتد لمدة سنة، مش فاهم أنا التاريخ اللي 31/12 ده. في السيف دلة السيف هي دي نازلة، دلة قهوة عربية نازلة من 399 ل 269 ريال، دي دلة السيف، دلة قهوة نازلة 269 بدلا من 399 ريال لحد يوم 28 فبراير، دلة سيف كهربائية، دلة السيف الكهربائية. طيب هنا في برضو عروض على الخلاطات، في خلاط هنا خلاط سنيكر ده نازل من 139 ل 99 لحد يوم 28 فبراير، ده الخلاط اللي قدامنا ده. وفي خلاط برضو هنا كيون نازل من 99 ل 69 ريال، كيون اللي هو قدامنا ده من 99 نازل 69 ريال. العروض كتيرة جدا في دي غلاية مية 3 لتر نازلة من 219 ل 199. عايز اشوف العروض المهمة جدا، في موقد كهربائي بن داود، موقد كهربائي بن داود نازل من 110 ل 89 ريال، ده 1500 واط لحد يوم 14 فبراير. برضو في هنا برضو موقد فحم كهربائي كيون نازل من 49 ل 35 ريال، ده شكله هو ده موقد فحم كيون. كيون دي عاملة حاجات كتيرة جدا. في برضو عرض هنا على المفرمة، مفرمة لحمة
دي مفرمة لحمة نازلة بين 299 إلى 189 لحد يوم 28/2. مفرمة اللحمة دي في هنا برضو قطاعة مونوليكس نازلة من 399 ل 299، قطاعة مونوليكس 1000 واط، 1000 واط ميدن فرنسا. دي قطاعة مونوليكس 800، مكتوب هنا 800 وعلى الكرتون 1000 واط لحد يوم 13/2. طيب نشوف في عروض على المكوة. في مكوة بالبخار امبريال اللي هي دي قدامنا، دي نازلة من 299 ل 199. في مكوى بالبخار اللي هي دي الصغيرة دي للسفر امبريال نازلة من 129 ل 89 ريال، العروض دي لحد يوم 14/2. في برضو انواع تانية من المكوى، في كيون نازلة من 59 ل 49 لحد يوم 14 برضو كيون. في تيفال نازلة من 279 ل 169، 2400 واط لحد يوم 28/2 تيفال. في برضو هنا فيليبس نازلة من 229 إلى 189 ريال، 2600 واط لحد يوم 14، ده عرض أسبوعي لحد يوم 14/2. في برضو هنا مكوى فيليبس نازلة من 559 ل 509، 3000 واط. دي 3000 واط بالبخار، دي زي ما احنا شايفين شكلها عامل ازاي. في تيفال نازلة من 149 ل 99 ريال، 1800 واط. طيب نشوف هنا في عروض على الشوايات. هنا في امبريال شواية كهربائية، شواية كهربائية امبريال نازلة من 87 ل 69 ريال، دي 2000 واط، 2000 واط لحد يوم 31، دي مدة سنة اللي هو التاريخ اللي انا مش فاهمه ده، لحد 31 ديسمبر 2023، اهو التاريخ اهو عشان الناس تشوفه معايا برضه، اهو 31 ديسمبر 2023 عروض سنوية. دي في تيفال شواية تيفال نازلة من 399 ل 299، يعني نازلة 100 ريال. دي شواية تيفال ماركة حلوة يعني، 2000 واط نازلة لحد يوم 13/2، يعني باقي فيها اسبوع 13/2. دي شواية تيفال. برضو هنا في شواية سنيكر، شواية سنيكر الكرتون بتاعها نازلة من 259 إلى 199 ريال، 2300 واط لحد يوم 28/2، لحد يوم 28/2. دي عروض على الشوايات. طيب برضو في عروض هنا على طهية الأرز تيفال، طهية الأرز تيفال دي نازلة من 329 ل 289، دي 600 واط لحد يوم 13 فبراير، دي تيفال. في برضو مونيليكس طهية الأرز دي نازلة من 269 ل 219 ريال، 219 ريال، 1 لتر و800، ودي 1 لتر و800. دي عروض على طهية الأرز. الموقد جهاز الطبخ ده جهاز طبخ بالبخار سنيكر ده نازل من 269 ل 169، يعني الجهاز ده نازل ب 169 ريال من 269، يعني نازل نازل 100 ريال، والسعر بتاعته 1 لتر و800. طيب احنا كده شفنا برضو في هنا القهوة، صانعة القهوة كيون نازلة من 89 ل 69 ريال، صانعة قهوة كيون لحد يوم 28/2. في برضو تيفال، تيفال صانعة قهوة تيفال نازلة من 599 ل 269، دي 735 واط لحد يوم 28/2. في برضو هنا عروض على صانعة القهوة في امبريال، امبريال دي نازلة من 382 ل 299، امبريال. شوف في عروض على المكنسة الكهربائية، في محمصة اهي، دي محمصة امبريال، محمصة خبز كهربائية امبريال نازلة من 229 إلى 179 ريال، عرض لحد يوم 31/12، يعني لمدة سنة. فينا عروض المكنسة الكهربائية، عروض المكنسة الكهربائية في عرض على مكنسة كهربائية
سنيكر دي نازلة من 229 إلى 159 ريال، 1400 واط، نسبة خصم حلوة جدا على المكنسة الحمراء دي. في كيون نازلة من 269 ل 249، 1400 واط لحد يوم 14. في ناس واخدة منها هي لحد يوم 14/2. في برضه أنواع تانية، في مكنسة فيليبس، مكنسة فيليبس نازلة من 529 ل 399 ريال، دي 1800 واط اللي هي فيليبس دي. في برضه مكنسة فيليبس نازلة من 399 ل 319 ريال لحد يوم 14، دي 1800 واط فيليبس اللي هي الحمرة دي 319. دي عروض المكنسة الكهربائية. في عروض بقى تانية هنا بقى على صناعة القهوة، صناعة القهوة التركية امبريال نازلة من 365 ل 249 ريال، صناعة قهوة تركية امبريال. وفي هنا مكوى بالبخار امبريال نازلة من 239 ل 179 لحد يوم ده. طبعا دي عروض كلها ممتدة سنوية دي. ايه تاني كده شكلنا هنخلص. في برضه هنا صانعة رغوة الحليب اللي هي امبريال، دي احنا شفناها في الاول خالص. صانعة رغوة حليب برضه من 399 نازلة 199، ودي نازلة من 369 ل 249 ريال. طبعا دي كل العروض اللي هي موجودة في الدانوب، كل العروض اللي موجودة في الدانوب. شفنا حاجات كتيرة جدا زي ما احنا شايفين اهو، شفنا الفرن الكهربائي، شفنا البطاطين كمان، شفنا العجانة، وشفنا القلايات ومحضر الطعام والخلاطات والقطاعات. يعني شفنا كل العروض في فيديو واحد لمدة نص ساعة. يعني حلو جدا يعني لحد نص ساعة كده. دي كلها دي صناعات فشار امبريال نازلة من 99 ل 69، وفي حجم كبير شوية. او دي صانعة حلوى القطن، صنعت حلوى القطن نازلة من 169 ل 119 ريال. اتمنى لو انت وصلت معايا لنهاية الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة. كل يوم معانا جديد، كل يوم احنا في مكان جديد ومعانا معلومات جديدة وعروض جديدة من كل مكان. جوكر العروض ونسر اليوتيوب اليوم معاكم بيحلق في الدانوب، سوق الدانوب. طب هنشوف في حاجة تانية برضو هنا، تيفال، دي صناعة سندوتش تيفال نازلة من 339 ل 249 ريال، صناعة سندوتش تيفال لحد يوم 13/2، 2000 واط تيفال صناعة سندوتش. في برضو تيفال، دي شواية تيفال نازلة من 449 ل 379.